وأثناء الطريق أثناء رجوعه من ذلك المشوار قدر الله سبحانه وتعالى بصادق الحادث الثالث الذي كان في خاتمته، وقد تحدثت مع من نقل صادق من موقع الحادث إلى المستشفى، سألته عن حال صادق كيف كان اللحظات الأخيرة قبل أسبوع من الحادث الأليم. أخبر أهله بأنه سيسافر عنه، فزوجته تقول له إلى أين، ويبتسم يقول لها بعيد، مكان بعيد. ويوم الحادث كذلك أخبر زوجته الخروج بأنه سيسافر، وسألته نفس السؤال إلى أين، قال إلى مكان بعيد. سبحان الله، الجمعة الأخيرة خطب في الناس خطبة حق لنا أن نسميها خطبة الوداع، ذكر فيها عن سكرات الموت، تحدث عن سكرات الموت. ومما شدني في تلك الخطبة أنه تحدث عن كيفية استقبال ملك الموت لروح الطائعين وكذلك لأرواح العاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحيي الحضور الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في موازين الحسنات، وأن يكون شاهدا لنا يوم القيامة، وأن يثيب من كان سبباً في هذا الاجتماع خير الثواب. ولقاؤنا اليوم هو من سلسلة كانوا بيننا، كانوا بيننا أصحاباً أحباباً إخواناً، كانوا في هذا العصر عايشناهم عرفناهم تعاملنا معهم، ولكن مروا بتلك الحقيقة التي لا بد أن نمر بها جميعا، كل نفس ذائقة الموت. ونحن في هذه السلسلة كما رددنا وذكرنا كثيرا بأن المقصد هو إبراز ما تميز به أولئك الذين تقدمونا والذين كانوا في عصرنا هذا، وليس لنا قصدا آخر إلا أن نتخذهم أسوة، وأن يكونوا حجة على الذين شغلتهم الدنيا واحتجوا بالشيطان واحتجوا بالعصر والفتن وغير ذلك من الحجج الواهية. فهؤلاء الذين كانوا بيننا والذين تحدثنا عنهم، واليوم وفي هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن بطل كان بيننا في هذا العصر وغادرنا منذ أسابيع في خاتمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شاهدة له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بمثلها. ولكن قبل أن نعرج في سيرة هذا البطل، فنحن بصدد استقبال شهر رمضان المبارك، ووددت أن أنبه نفسي وإخواني وأخواتي في الله إلى بعض الممارسات الخاطئة في استقبال شهر رمضان، والتي يمارسها الكثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فمنهم ما عرف من شهر رمضان إلا التنويع في الطعام والشراب، لذلك تجدهم من الآن خلال هذه الأيام إذا ذهبت إلى المحلات وإلى المتاجر ترى هناك العجب العجاب،
عربات ملئت بأطعمة سميت زوراً وبهتاناً بأطعمة أو بالأطعمة الرمضانية. وذكرت سابقاً إننا سمعت رجلاً يقول لقد أفقرني شهر رمضان، فقلت أفقرك جهلك، وإلا شهر رمضان شهر مبارك وفيه يبسط للمؤمن الرزق، وهذا ملاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أرزاق المؤمنين الصادقين الذين عرفوا كيفية استقبال شهر رمضان، لا الذين تفننوا كما قلت في أنواع الأطعمة، حتى إن بعضهم إذا زار بيتا وذاق شيئا من الطعام اللذيذ إذا به يأمر زوجته والله أتمنى مثل هذا الطعام، فجالسي هذه المرأة وتعلمي منها كيف صنعت ذلك، هذا الذي عرفوه من شهر رمضان. واستغل بعض التجار هذا الجهل الذي تعيش أو يعيش فيه كثير من أفراد الأمة، فتجدهم في إعلاناتهم ويعني سواء كانت التي تصلنا إلى البيوت أو التي نراها في الطرقات استقبل شهر رمضان، وهناك أنواع من الأطعمة والسمبوسة وغيرها مما يجذبك إلى استقبال شهر رمضان بهذه الطريقة التي تخالف أصلا الواقع المطلوب من المؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله. ومنهم من استقبل شهر رمضان من الآن بإعداد المسابقات والمباريات، وربما تجده لا يمارس الرياضة طوال 11 شهرا لا يمارس الرياضة، ولكن في شهر رمضان يحرص على أن يكون في إحدى الفرق الرياضية. وأنتم تلاحظون في شهر هذه يعني شهر رمضان في الآونة الأخيرة هو في الصيف، ننتهي من صلاة التراويح يكاد تقول الساعة 9:30 أو 10:00 والفجر الساعة 4:00، أي أن وقت الليل قصير، ولكن تجد هناك من يحرص على استغلال هذا يعني الوقت في الرياضة ليس في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل الدرجات العلى في هذا الشهر المبارك. وبعضهم تجده من الآن ربما لن يمارس الكرة القدم أو بعض الرياضات التي فيها شيء من الجهد، ولكنه اشترى حذاء رياضيا مميزا. لماذا؟ لأنه سيمارس رياضة المشي. من الرجال والنساء، من الرجال والنساء نلاحظهم في شهر رمضان يعني رياضة المشي تحلو. لماذا؟ لأنه ما عرفوا حتى كيف يفطرون، واتباع السنة في الإفطار لم يعرفوا، بعضهم كأنه على أهبة حرب، ما أن يمسك المؤذن المكبر الصوت ويصدر منه صوتا إلا وقفز في المأكولات هذه، فتجده في صلاة المغرب يعني يصارع النوم ويصارع الترع، ما نسميه بالترع وكذا، وتسمع سمفونيات هذا يترع وذلك يترع في صلاة المغرب، وما يعني لا يكتفي بهذا، ما بين يعني المغرب والعشاء رغم أن إفطاره الذي فطر به وهو إفطار خاطئ بالطريقة الخاطئة سواء يعني من مخالفتها للسنة أو حتى من الناحية الطبية، خطأ أن يفطر الإنسان بالأكلات الثقيلة بعد ساعات من الصيام. فلو جئت إلى السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على رطب، وإن لم يجد فتمر، وإن لم يجد فماء، هذه تهيئة للمعدة حتى تستقبل بعد ذلك الطعام الثقيل. أما بعضهم أول ما يعني يؤذن إلا ويقفز على ذلك الهريس والبرياني وغير ذلك، فتجد حتى في صلاة المغرب يصارع ويعني هناك معاناة شديدة حتى تنتهي هذه الصلاة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
فإذا لا ينبغي أن يكون هذا الاستقبال هو استقبال شهر رمضان، بل استقبال شهر رمضان والذي لا تدري إن كنت ستعيش حتى تستقبله أو ستغادر. ونية المؤمن خير من عمله. من الآن أعد لنفسك برنامجا يجعلك ترقى في مدارك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، سواء من تحديد عدد أجزاء القرآن، يعني ختمات القرآن، أو ليس المجرد هي القراءة بل فهم القرآن الكريم، أن نتدبر آياته، أن أحاول أن أفهم ما هي الرسائل الربانية الموجهة لي كمؤمن، ليست مجرد بعضهم يتسابقون قال أنا خلص 5 ختمات والثاني 6 ختمات. طيب اسأله سؤالا واحدا، ما الذي استوقفك في الختمة هذه، يعني قراءتك للقرآن من الغلاف إلى الغلاف؟ أخبرني عن آية واحدة استوقفتك في هذا المشوار. لا يجد. بينما المؤمن الذي يتدبر القرآن قد يقف على آية قرأها يعني كثير من المرات، مئات المرات، ولكنه بما أنه يريد أن يتدبر قد يقف أمام آية ويرى كأنه يقرأها لأول مرة، تجده يتردد ويقرأ فيها ويتمعن وقد يخشع ويبكي، رغم أنه قرأ هذه الآية سابقا، ولكن هذه المرة قرأها بتدبر، بتعمق، بتفكر، يريد أن يفهم ما هي الرسالة الربانية الموجهة إليه. ليست مجرد أن أنتهي من 6-7 ختمات وأنا لم أتدبر الآيات ولم أعرف ما هي الأوامر الربانية، لا، ليس هكذا. قد تكون ممن يختم القرآن مرة واحدة في شهر رمضان، ولكن تؤجر أكثر ممن يختمه 10 مرات، لأنك ختمته بتدبر ويعني تمعن وتبحر في آياته وقراءة التفسير حتى تعلم يعني ما هي الأوامر الربانية وما هي النواهي كذلك الموجهة إليك من قبل الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لا تدري إن كنت ستستقبل شهر رمضان أم لا. وفي ذلك قبل 2 عام، ليس شهر رمضان الماضي بل الذي قبله في عام 1432 شهر رمضان، والذي يتذكر بأن شهر شعبان كان 30 يوما، وكان هناك لجنة استطلاع لهلال شهر رمضان، والناس تترقب أغدا شهر رمضان أم ليس شهر رمضان. بعد الإعلان بأنه ليس شهر رمضان وإنما غدا في ذلك اليوم، يعني الغد سيكون متمم لشهر شعبان، إذا بي يتصل بأحد الإخوة يقول لي نريدك أن تساعدنا في غسل ميت. قلت له إنا لله وإنا إليه راجعون، سآتي. ذهبت إذا برجل في يعني جسديا في كامل الكمال الجسدي، الحمد لله، الصحة، العافية، كل شيء، لكن الروح ما موجودة. سألت كيف، ما يعني ما سبب الوفاة، كلنا نموت، الناس تموت يعني حوادث سيارات، بعضهم بمرض، وشغفنا أن نعرف ما سبب الوفاة، ليس لكي نعترض وإنما هذا فضول عند كثير من الناس. فسألت ما سبب وفاته، قالوا هو كان ممن ينتظر أن يعرف غدا شهر رمضان أم ليس شهر رمضان. بعد ذلك وكانوا يمارسون رياضة كرة القدم في المساء، فبعد أن تم الإعلان بأن الغد ليس شهر رمضان ذهب هو وبعض أبنائه وبعض أهله من الشباب لممارسة الرياضة، فإذا به يسقط دون سابق إنذار، مات في الملعب دون سابق إنذار. فجلست أقول سبحان الله، هذا كان منا وكان ينتظر شهر رمضان ولكنه ما عاش شهر رمضان. شهر رمضان أتى بدونه، العيد أتى بدونه، وربما كان من الذين استعدوا لشهر رمضان مسبقا فذهب إلى الخياط وجهز ملابسه للعيد، وتبقى تلك الملابس حسرة وحزن عند أهلي تذكرهم به، لأنها أصبحت بدون صاحب، هذا الصاحب الذي خاطها والذي كان يريدها أصبح في ثوب واحد في كفنه في قبره وانتهى الأمر. فإذا أنت لا تدري، ولكن إذا من الآن
أعددت العدة وأخلصت النية وجلست مع نفسك وسألت الله التوفيق والتيسير في استغلال شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه، فإذا حتى لو مت كتب لك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا ننتبه أيها الإخوة، ليس شهر رمضان شهر المأكولات والرياضة وغير هذه من الملاهي، حتى أن بعضهم أقام ما يسمى بالخيم الرمضانية وهي خيم شيطانية، لأن فيها الشيشة وفيها غيرها كثير من المنكرات، وللأسف أنهم إيش ألصقوا بها كلمة شهر خيم رمضانية، هذه خيم شيطانية وليست خيم رمضانية. فنسأل الله العفو والعافية، وأن لا نكون من هؤلاء الذين مر عليهم شهر رمضان فبدلا أن يستغلوه في العبادة وبدلا أن حتى يعني الاستغلال الصحي، استغلال الصحي تجد بعض شهر رمضان بعد شهر رمضان قد هزل، تجد بعضهم زاد وزنا، حتى بعضهم يضارب الخياطين يقول له يا أخي أنت ما خط لي كذا زين، أتري هو اللي زاد وزنه، إيش ذنب الخياط يا أخي؟ طول شهر رمضان هو ليه ما شاء الله ما في مأكولات إلا وملأ بها بطنه فانتفخ وزنه فأصبحت تلك الملابس لا تنفعه. فإذا ليس هذا هو الاستقبال، وإنما أكرم شهر رمضان كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النيران. أما تريد رحمة الله؟ أما تريد مغفرة الله؟ أما تريد أن تغفر لك الذنوب؟ إذا ننتبه لهذا ونستغل شهر رمضان، وكل يوم يمر من شهر رمضان عليك أن تزداد قربا إلى الله ليس بعدا. بعض الشباب يأتي تجد، وهذا شيء يعني ملحوظ ملاحظ في كل البلدان، تجد بداية شهر رمضان الذي لا يصلي والذي يصلي في صلاة التراويح موجودين، ما أن تمر الأيام إلا ويتناقص العدد، ما أن تمر الأيام إلا ويتناقص، وينتهي ننتهي في العشر الأواخر ربما بصف أو صفين، أين الجميع؟ والله بعضهم ما عنده شغل أبدا، ما عنده سبب أصلا، تجده في الأسواق يتجول دون ما أي سبب، يخوض مع الخائضين. فيمر عليه هذا الشهر وربما الشهر الأخير في حياته، لن يلقى شهر رمضان آخر، شهر رمضان هو في قبره، الآخر في قبره. فإما يكون شهر رمضان شاهدا لك، وإما أن يكون شاهدا عليك، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. فاستغله وعد له العدة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وحتى لا نطيل في المقدمة، استقبال شهر رمضان يحتاج إلى درس منفصل، ولكن قلت أستغل هذه الفرصة لعل الله سبحانه وتعالى ينفعني وينفع السامعين. وحتى لا نطيل كما قلت في هذه المقدمة، بطلنا الذي كان بيننا في هذا العصر وفي هذه الدنيا الفانية، شاب لم يتجاوز عمره 30 عند وفاته، وحقيقة أنا لا أتذكر صادق وهذا اسمه، وهو اسم على مسمى بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا أنني وجدت بعض التعازي في بعض المنتديات، وكنت أتساءل هل سبق لي أن التقيت بهذا البطل هذا الشاب أم لم يسبق لي. ثم بعد فترة إذا ببعض الإخوة يعرضون بعض صور المرحوم صادق، وتذكرت بأنني التقيت به في بعض المناسبات، سواء التي كانت في بلدته أو في خارج البلدة، هكذا تذكرت بأن هذا الرجل وهذا الشاب الذي كان بيننا كنت ممن التقيت به في حياتي، ولم يكن بيني وبينه احتكاك يعني بتعمق، ولكنني أتذكر بأنه
اتصل بي يوما من الأيام ويريدني أن أزور الجامع الذي كان يؤم فيه المصلين، وذلك لإلقاء درس، وقدر الله سبحانه وتعالى أنني اعتذرت له في ذلك اليوم الذي اتصل به، اتصل فيه بي. هذا الشاب كما اعتدت أن أسأل بعض أهله وبعض أصدقائه، وذلك لكل الذين تحدثنا عنهم والتقينا في مثل هذه المجالس، حتى نتعرف على الصفات والخصال التي كانت تطغى عليهم. هي أعمال صالحة، ولكن تجد أن بعض الناس يفتح له باب من الأعمال الصالحة لا يفتح لغيره. وهكذا عندما تتعمق وتفتش في سير الصالحين تجد أن هذا ربما امتاز في جانب، الآخر في جانب آخر، ولكن هم في مظلة الإيمان، في مظلة طاعة الرحمن، فتجدهم كانوا من المصلين، ممن يستقبلون شهر رمضان الاستقبال الصحيح، ممن اعتمر، ممن زكى، ممن، ولكن ما هي الصفات التي امتازوا بها أو امتاز كل واحد منهم بها؟ صادق عندما سألت عنه إذا بالجميع يركز على نفس الخصال ونفس المميزات، أن صادق عرف بالأخلاق الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم، فقدوته وأسوته محمد عليه الصلاة والسلام في الأخلاق. هذا الذي فهمته، لأن هذا الرجل وهذا الشاب الذي كان بيننا كان يمتاز بالبشاشة وروح الدعابة، وكان سلس، كان مرحا، إذا تعرف على شخص فإنه يعني يواصل في التواصل معه ويديم التواصل معه لدرجة تشعر ذلك الشخص بأنه يعرف صادق منذ سنوات، ورغم أن المعرفة ربما كانت عابرة. كان لا يفرق بين جنسية وأخرى، لا يفضل العرب على غير العرب، بل العجيب أنه كان يدعو الغير مسلمين بأخلاقه، وذلك أن معاملته لهم كانت معاملة كما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل مؤمن أن يتعامل مع غير المسلمين بها. لذلك أحبه الصغار، أحبه الكبار، أحبه المسلمين وأحبه من غير المسلمين. شخص عجيب في أخلاق، هذه الأخلاق السائدة فيه، لكن هذه الأخلاق لها جذور ولها أسباب. لما فتشنا في أسباب هذه الأخلاق وجدنا بأن البيت الذي ترعرع فيه صادق هو بيت من البيوت، من بيوت الصالحين، فالأب رجل صالح، والله التقيت به يوم العزاء فإذا به يدخل القلب من أوسع الأبواب. هذا الرجل راض بقضاء الله، لسانه لا يفتر عن ذكر الله، فالأب كان له دور والأم كانت لها دور في صقل شخصية هذا الأسد، هذا البطل الذي كان بيننا. فتعلم من أمه وأبيه أن لا يخوض في أعراض الناس، وهذه الصفات يمتاز بها والده وتمتاز بها والدته. والعجيب أن هذه الأخبار تأتينا دون أن نسأل عنها. أحد الإخوة عندما تعرفت على والد المرحوم صادق يقول لي هذا الرجل لا تسمع أبدا، لم نسمع أنه يخوض في أعراض الناس ولا يحب أن يغتاب الناس، فهذه من الصفات التي امتاز بها صادق رحمه الله، كان لا يحب أن يخوض في أعراض الناس ولا يستسيغ أبدا أن يجلس في مجالس الغيبة والنميمة، فإذا لم يستطع أن يغير ذلك المجلس غادره. وهناك بعض الشباب قد يفتح لنفسه مجال في الخوض
في الناس وفي أعراضهم وفي أعمالهم وفيما لا يخصه، وظانا بذلك بأنه يغير شيء من المنكر أو يغير شيء من الأمور، بينما هو يجني على نفسه ذنوب الغيبة والنميمة والبهتان والكذب في كثير من الأحيان. فهذه من الصفات التي امتاز بها هذا البطل. كذلك من الصفات التي عرف بها صادق رحمه الله تعالى بأنه كان يحب أن يساعد إخوانه ماديا بقدر ما يستطيع، وظهر ذلك جليا عندما كان مبتعثا للدراسة في الهند، في جمهورية الهند. فيخبرني بعض أهله، بعض إخوانه، أنه يوم العزاء إذا هناك من يأتي ويبكي ويعني متأثر ويرجع بعض الأموال التي كان استقرضها من صادق. ومما امتاز به، وهذا أمر لم نكن لنعرفه، حتى ربما بعض إخوانه لم يكونوا يعرفون ذلك الأمر، أن صادق رحمه الله تعالى وضع رأس مال، مبلغ معين، هذا بينه وبين ربه. لماذا هذا المبلغ؟ بل وذكر حتى هذا المبلغ بالضبط، أنه 2000 ريال عماني وضعها صادق كرأس مال لمساعدة من يحتاج المساعدة ومن يحتاج القرض، وكذلك للتيسير على المعسرين. صادق امتاز رحمه الله تعالى بأنه كان يحب الإصلاح بين الناس، فما أن يسمع أن هناك تخاصم بين اثنين إلا ويسعى بقدر ما يستطيع أن يصلح، وفي كثير من الأحيان يتوفق. لماذا؟ لأن ذلك العمل كان صادقا وخالصا لله سبحانه وتعالى. صادق رحمه الله تعالى كذلك اشتغل ببعض أنواع التجارة، وكان مثلا يحتذى في الصدق والأمانة، ولم يتجاوز بعض المبادئ الإسلامية من أجل الكسب المادي، لا، بل التزم الخلق العظيم والأمانة، لأنه يعلم بأن ريالا واحدا من حرام ربما يكون سببا في خلوده في نار جهنم. وهناك الكثير من التجار، هناك من الكثير من يمارس التجارة وهذه الأمور يأخذها ما عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ما في شيء ما عليه. لابد أن تكون تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاتك. لذلك كان الناس يطمئنون في إنجاز معاملاتهم مع هذا الصادق، كانوا يتهافتون على محله كي ينجز لهم الأعمال، لأنهم لمسوا فيه الإخلاص. صادق عرف أنه وضع خطا أحمر، خط الأحمر الآن نسمعه كثير في الأنباء والأخبار السياسية، هناك خط أحمر لا ينبغي أن تتجاوزه. كذلك صادق رحمه الله تعالى وضع خطا أحمر لأي أمر قد يؤدي به إلى فساد دينه، هناك خط أحمر ما يمكن أتجاوز هذا الخط أبدا. ومن ذلك أنه عمل في شركة كبيرة معروفة، ولكن كانت هناك بعض المضايقات الدينية التي كان لا يرتاح لها، فآثر أن يغير من عمله كفني إلى أن يكون سائق، من أجل أن يحافظ على بعض السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة في شخصية صادق. آثر أن يغير، من يريد أن يكون يعني فني وقد تترقى لكي تكون مهندس ثم تتنازل كي تكون سائق؟ هذا يحتاج إلى جهاد نفسي قوي. لكنه آثر أن يعمل سائقا، لكن أن لا تمس بعض المبادئ التي أراد أن يطبقها في حياته.
وبعد ذلك اكتشف يوما من الأيام بأن بعض الخبثاء بعض الفاسدين أرسلوه بشحنة فيها بعض المحرمات. عندما عرف ذلك غضب لذلك غضبا شديدا، وأرجع تلك الشحنة إلى أصحابها ويعني تحدث معهم بغلظة بأن هذه الأمور لا ينبغي أن تكون مع أمثاله هو، بعدما أن وجد هذه المضايقات آثر أن يخرج ويستقيل من تلك الشركة. وعندما استقال الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذه الآية تحتاج إلى جهاد نفسي حتى أنك تتقبلها وتعرف أنها حقيقة. هذه الآية امتحان، لأن بعض الناس قد يستعجل هذا الفرج وهذا المخرج، يستعجله فتجد يقول يا أخي أنا تركت هذا العمل ولكن ما وجدت المخرج. نقول له سيأتيك المخرج وسيأتيك الفرج ولو بعد حين، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ثابت. وإذا كنت مخلصا في تركك لأي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى فاعلم بأن هناك بأن الفرج آتي، لابد سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه آية كلام الله لا شك فيه، وعندي في ذلك قصص كثيرة جدا، لعلنا يعني نخصص لها جلسة نذكر بعض يعني الفرج الذي أتى لكثير ممن مروا على اختبارات وابتلاءات، ولكن بصدق تمسكهم بأوامر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فرج عليهم. صادق ممن صقل شخصيته كذلك بإطالة والدته، فكان كثير التعلق بها. تلك المرأة الصالحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الصبر على فراق صادق كان لها دور عظيم، وأنا أركز في هذه الكلمات الآتية على دور الأمهات. المرأة إذا كانت صالحة وإذا أرادت الخير لأبنائها، ونقصد بالخير خير الآخرة، خير الدنيا مفروغ، الأرزاق قسمت، خير الآخرة، فلا بد أن تتعامل مع أبنائها وبناتها بمنطق عدم التهاون في الطاعات. فبعض النساء لو أن الأب عنف بعض الأمهات لو أن الأب عنف الأبناء على ترك شيء من الفرائض تجدها تغضب وتأتيه وتقول له ما هكذا وكذا وكذا، بينما بعض الأمهات لو سمعت أن الابن قصر في صلاة أو قصر في شيء من الواجبات الدينية وأن الأب عنفه فهي تعنفه مرتين لأنها تحبه. وإذا كانت المحبة صادقة فهي محبة لا بد أن تكون في الله ولله حتى يستمر هذا التواصل الذي كان في هذه الحياة الدنيا يستمر إلى دار الخلد، هناك حيث لا موت لا سقم لا مرض لا فراق. في الدنيا فراق مرض تعب أشياء كثيرة، لكن المحبة في الله ولله فهي مستمرة هنا وهناك بإذن الله سبحانه وتعالى. فصادق تعلم من أمه الصبر إلى أقصى الدرجات، لدرجة أنه تعرض لحادثين، حادث سير ويقول لي أخوه يقول بأننا لم نشهد تغيرا في يعني تصرفات صادق مما يدل على تذمره مما أصابه من الحوادث، بل كان جلدا صبورا
على ما قدر الله سبحانه وتعالى له من الابتلاءات، وذلك لأنه نهل تلك الأخلاق من أمه حفظها الله، وكما قلت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرها على فراق ابنها. فالأم لها دور عظيم، وهذه دعوة أقول للأمهات، كونوا تعاملوا ليس من منطق أو من جانب العاطفة مع الأبناء في مسألة العبادات، لكن لا بد أن يكون تعاملكم تعامل حازم. وهناك يعني دلائل وشواهد كثيرة لا تحصى أن البيوت التي توجد فيها أمهات حازمات والله يتخرج منهن من هذه البيوت الأطباء المهندسين يعني من أصحاب الدراسات العليا، مع الصفات التي نتمناها فيهم وهي الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا هكذا لا بد أن تكون الأمهات، لا يكون هناك لين مفرط في جوانب التعامل في مسألة العبادات. هذا الرجل كان داعية، ودعوته كانت أولا بأخلاقه، ثانيا بأقواله، فعرف عنه رحمه الله تعالى بالخطب يعني الفعالة والتي تمس قضايا المسلمين، قضايا الأمة، وعرف كذلك بدعوته من خلال الدروس، عرف كذلك بحبه الشديد للمشايخ أهل يعني من العلماء وأهل الفضل، كان كثيرا ما يزورهم، لدرجة إن أحدهم كان إذا رآه سماه صالحا، بدل أن يكون يسميه صالح صادق كان يسميه صالح. فتيمنا بهذه التسمية صادق ذهب وغير اسمه الرسمي من صادق إلى صالح، ولكنه طلب من إخوانه أن يستمر بمناداته باسمه المعروف وهو اسمه يعني وهو صادق، لكن من شدة حبه لذلك العالم رحمه الله تعالى كذلك هو الشيخ سعيد الحارثي بن حمد الحارثي رحمه الله تعالى، كان يحبه كثيرا وسماه صالح، فغير صادق اسمه من صادق إلى صالح، وهذه الصفات كلها تنطبق على هذا البطل. كذلك أثناء دراسته في الهند كان داعيا لأولئك الذين يعبدون البقر والذين يقفون للأصنام إجلالا، وذكرت أنني ذهبت للهند منذ عامين، وحقيقة انفطر قلبي ألما عندما أجد إنسان كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل ويعني الفهم والإدراك يقف أمام صنم يتضرع ويبكي ويخشع، وهذه الأمور هي التي دعت صادق لأن يتحرك في الدعوة إلى الله، بل تمنى أن يتعلم لغة تلك البلاد حتى يكون داعيا لأولئك الذين من تلك البلاد والذين يعيشون بيننا، وعادة ما نتجاهلهم، عادة حقيقة كثير من الناس يتجاهلون هؤلاء، ولكن صادق أراد أن يكون داعيا لهم خاص وموجها لهم إلى العقيدة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى والتي على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفات أيها الإخوة التي تمثلت في هذا الذي كان بيننا والذي كان في عصرنا، كان كثيرا ما يحب عيادة المرضى، كان كثيرا ما يحب زيارة أرحامه، لدرجة أن بعض أرحامه كانوا لا يعرفونه بسبب البعد، وبسبب أن صادق كان أصغر إخوانه، فجأة عندما عرف عنهم بدأ يزورهم وهم لا يعرفونه في البداية، حتى اعتادوا على زيارته وعرفوه، عرف نفسه بأخلاقه وعماله رحمه الله تعالى. وكانت الخاتمة في نفس هذا النطاق، رجل أحب زيارة أرحامه، أحب عيادة المرضى، أحب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عرف عنه أنه كان يستغل
وقته في السيارة في المذاكرة مع من معه في السيارة وفي المركبة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وتجد بعض الناس يقطع المسافات 100 كيلو 150 كيلو، كلام فيه لغو ولهو ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، بينما تستطيع أن تجعل من سيارتك مجلس ذكر، تحفها الملائكة، تحضرها الملائكة، تحضر هذا المجلس الملائكة، لأنك تذكر الله سبحانه وتعالى. وهناك من يستغل وقته، هذه نماذج من الصالحين. تجد بعض الأحيان في إشارات المرور تجد بعض الصالحين واقف ينتظر دوره وينتظر الإشارات، لكن لسانه يعني مشغول بماذا؟ إما بذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر أيسر العبادات، مع ذلك كثير من الناس محرومين. أن تقول سبحان الله تحتاج منك جهد، تحتاج منك يعني مشقة. سبحان الله، طيب بدون ما تقول سبحان الله قل الله أنت ذاكر، لكن مع ذلك أيسر العبادات. هناك من حرم، ما يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا بدأ يذكر مباشرة يأتيه الشيطان فيثنيه عن الذكر، مع أن أيسر العبادات. أنت في سيارتك، أنت في مكتبك، أنت تمشي إلى المسجد، خارج من المسجد، في السوق، اذكر الله سبحانه وتعالى. وكان هذه من الصفات التي عرف عنها أو بها صادق رحمه الله سبحانه وتعالى. وكانت الخاتمة أنه أخذ بعض أبناء أهله لزيارة أمهم في المستشفى، وأثناء الطريق أثناء رجوعه من ذلك المشوار قدر الله سبحانه وتعالى لصادق الحادث الثالث الذي كان سببا في خاتمته. وقد تحدثت مع من نقل صادق من موقع الحادث إلى المستشفى، وسألته عن حال صادق كيف كان في اللحظات الأخيرة قبل أسبوع من هذا الحادث الأليم. أخبر أهله بأنه سيسافر عنهم، فزوجته تقول له إلى أين؟ هو يبتسم يقول لها بعيد، مكان بعيد. ويوم الحادث كذلك أخبر زوجته عند الخروج بأنه سيسافر، وسألته نفس السؤال إلى أين؟ قال إلى مكان بعيد. سبحان الله، في الجمعة الأخيرة خطب في الناس خطبة يحق لنا أن نسميها خطبة الوداع، ذكر فيها عن سكرات الموت، تحدث عن سكرات الموت. ومما شدني في تلك الخطبة أنه تحدث عن كيفية استقبال ملك الموت لروح الطائعين، وكذلك لأرواح العاصي العصاة. وبعد تلك الخطبة التي كان لها الأثر الكبير في من حضروها، إذا بهم كأنه يودعهم ويقول لعلي لا ألقاكم بعد هذه الجمعة، وكأنه أحس بالرحيل. صادق كانت له رؤيا، الكثير ظنوا بأنها كانت قريبة من وفاته، ولكن هي في الحقيقة كما أخبرني أخوه بأنها كانت منذ عام قبل وفاته. وهي أن صادق أثناء استعداده لزواجه لحفل زفافه إذا به يرى في المنام كأنه في يوم عرسه، والكثير من مشايخ أهل العلم أتوا، بل أخبر أخوانه وأخبر من يثق بهم بأنه يعرف أولئك الذين أتوا في ذلك الرؤيا، في تلك الرؤيا يعرفهم واحدا واحدا بأسمائهم من العلماء والمشايخ، بل قال من كبار العلماء ومن صغار أهل الدعوة أو الدعاة إلى الله أتوا يهنئونه. ف
فشغلته تلك الرؤيا فترة، فكانت هذه الرؤيا كأنها دليل له بأنه قد قرب الرحيل. والذي حدث سنذكره من تأويل هذه الرؤيا بإذن الله سبحانه وتعالى. أثناء رجوعه من عيادة أخته إذا بهذا الحادث الأليم يحدث، وذلك التصادم القوي، وكانت من شدة أو من شدة الارتطام والحادث أن أحد أبناء أخته يعني قفز من نافذة السيارة. فهذا الرجل الذي اعتاد على مساعدة الناس وكان يحب عمل الخير ماذا فعل؟ رغم أن الارتطام والضربة كانت شديدة من ناحيته، ولكن بعد أن خرج من السيارة إذا به يحبو متجها إلى ابن أخته كي يسعفه. هنالك أتوا المسعفون فأخذوه، وكما قلت تحدثتم مع من كان له الفضل أن ينقل هذا الرجل الفاضل إلى المستشفى، فسألته كيف كان في مرحلة يعني الذهاب به إلى المستشفى، فقال لي بأن صادق كان يتألم ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كان يتألم وكان يذكر الله سبحانه وتعالى، كان يردد لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما وصل أو أوصل إلى المستشفى استطاع أن يمشي إلى سرير الإسعاف مع مساندة، فوضعوه هناك وكان الألم شديد. والعجيب أن هذا الحادث كان في ناحيته والارتطام والصدمة كانت في ناحيته، مع ذلك لم يكن في جسد صادق أي خدش أو أي جرح، عجيب. عندما وضع على ذلك السرير كان يتألم، وبحكم عمله في بعض مجالات السلامة كان يخبر من حوله أن قوموا ببعض الإسعافات أو التنفس الاصطناعي، ولكن فجأة إذا به يشخص إلى الأعلى وكأنه يرى شيئا. هنالك كأنه أدرك بأن الطبيب لا ينفع، بأن الطبيب لن ينفعه، فأخذ يردد ويذكر الله سبحانه وتعالى. وأخبرني أخوه بأنه بعد ذلك أدخل إلى غرفة الإنعاش، وهنالك وبشهادة الطبيب الذي كان يحاول إسعاف صادق في اللحظات الأخيرة، إذا بصادق ينطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هل قالها مرة واحدة؟ لا، بل أربع مرات يردد الشهادة، لأن القلب ممتلئ بلا إله إلا الله، القلب ممتلئ بأن محمد رسول الله، ففي تلك اللحظات يعصر القلب فيخرج ما كان فيه. وهناك من عند سكرات الموت يقال له قل لا إله إلا الله إذا به يغني. أخبرني بعض الإخوة حادث سيارة، يقول حاولت أن ألقن الجرحى المصابين بلا إله إلا الله، ولكن كان صوت المذياع صوت المسجل به أغاني، حاولنا نطفئ الجهاز ما استطعنا، حاولنا نلقن هؤلاء قولوا لا إله إلا الله لكنهم ما استطاعوا، لأن الصوت الموسيقى كان غالبا، فماتوا وهناك الموسيقى، ماتوا ولم يستطيعوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لكن هذا البطل الذي أحب الله أحب محمد إذا به أربع مرات يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. مات الصادق الذي صدق في تعامله مع الله، في تعامله مع الناس، في تعامله حتى مع الحيوانات،
كان صادقا، لذلك بعض المشايخ ذكر عنه بأن صادق كان اسما على مسمى صادقا، ونحسب كذلك ولا نزكي على الله أحد، كان صادقا في عبادته لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل بعدما أن مات إذا بالجميع كثير حشود لا تدري من أين خرجوا حضروا هذا مشهد ذلك الجنازة وذلك الدفن، حتى أن بعضهم قال الجميع كان متأثرا لأن القلوب كانت تحب هذا الرجل الذي مات والذي غادر هذه الحياة الدنيا. ومن المبشرات بإذن الله سبحانه وتعالى هناك رؤيا واحدة سأكتفي بذكرها، بأن بعض أهله رأوه في المنام مرتاحا فرحا مسرورا إذا ويخبرهم إن شاء الله سنلتقي في الفردوس الأعلى، إن شاء الله سنلتقي في الفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. وتعبير تلك الرؤيا، ذهبت لسماحة الشيخ بالأمس وأخبرته عن تلك الرؤيا وما تأويلها، لأنها كانت من الرؤى المؤثرة التي أبكت الكثير من الناس، وكان منهم سماحة الشيخ بكى بكاء شديدا عندما أخبر بتلك الرؤيا التي ذكرناها، بأن يعني صادق في يوم رأى نفسه في يوم زفافه أو عرسه والمشايخ يهنئونه، فما كان من سماحة الشيخ إلا أن قال ونحن نهنئه ونحن نهنئه. عندما سألته كرر نفس الكلمة، قال ونحن نهنئه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل، هذا الشاب، هذا البطل كان بيننا، لا حجة لنا بعدما نسمع سير هؤلاء الصالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الختام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولك محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا خليلك إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا اليسير وعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالذنب والتقصير. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم الخلاص في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل ضلالة هدى، ومن بعد عسر يسرا، وإلى كل خير وهدى سبيلا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا ورزقا حلالا طيبا وافرا واسعا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحمنا إذا خرجت الروح من الجسد وبكى علينا الحبيب والولد. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في القبور. اللهم ارحمنا إذا نفخ في الصور. اللهم ارحمنا إذا بعثنا ليوم النشور. اللهم ارحمنا إذا أغمضت العينان. اللهم ارحمنا إذا خرس اللسان. اللهم ارحمنا إذا بردت الرجلان. اللهم ارحمنا إذا غسلنا المغسلون. اللهم ارحمنا إذا بكى علينا الأحبة والأهلون. اللهم ارحمنا إذا فرغ من تكفيننا المكفنون. اللهم ارحمنا إذا حمل جنائزنا الحاملون. اللهم ارحمنا إذا صلى علينا المصلون. اللهم ارحمنا إذا دعا لنا الداعون. اللهم ارحمنا إذا شيع جنائزنا المشيعون. اللهم ارحمنا إذا فرغ من تلحيدنا الملحدون. اللهم ارحمنا إذا فرغ من دفننا الدافنون. اللهم ارحمنا
إذا ودعنا المودعون. اللهم ارحمنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارحم موتانا خاصة وموتى المسلمين عامة. اللهم من جاءك منهم بحسنة فتقبلها منه، ومن جاءك منهم بسيئات فتجاوز عنه. اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اجعل قبورهم مد أبصارهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا بأحبائك وبعبادك المتقين في هذه الحياة الدنيا، اجمعنا بهم في دار السلام، اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن بابك مطرودين، وتقبلنا أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.